مشكورة حبيبتنا وبنوتتنا نجود على هاي النصيحة للحوامل. مشاهدينا نروح مرة ثانية لزميلتي حصة في مطار حمد الدولي قاعة القادمون ونشوف الأجواء عندها مع القادمون للدوحة في الشهر الفضيل. والكلمة عندك يا حصة. أرجع لكم بالفعل مجددا مشاهدينا ومستمعين قناة الريان. بالفعل أنا موجودة مرة ثانية في مطار حمد الدولي، هذا المطار الراقي المتميز، التحفة الفنية العالمية اللي يستوعب، بس أصحح المعلومة، 30 مليون مسافر سنويا، ويزيد العدد إلى 50 مليون. مثل ما أنتم تعرفون مشاهدينا أن المطار فيه حركة دؤوبة نشطة، الناس غادية رايحة رادة، غير هذه الأعداد اللي يستوعبها من وإلى تجي من مختلف الجنسيات، مختلف الثقافات. افتحت قطر وخلتها بوابة مفتوحة على العالم، وأيضا العالم فتح على قطر، على سياحتها، على اقتصادها، فالكل صاير عنده هذا الهاجس، هذه الفكرة، إيش راح تقدم لنا دولة قطر، شن هي البرامج الموجودة، شن هي البرامج السياحية والفعاليات. المطار محطة من محطاتنا الحياتية، صار على مختلف والأعداد الكبيرة اللي يستوعبها، قصص كثيرة تصير، خبرات، تجارب، ممكن مواقف، ممكن لقاءات، وكثيرة هي اللقاءات اللي بالفعل مثل ما قلت لكم شفتها تحت الهواء، والقصص اللي طلعت من هذه اللقاءات اللي بعد شوي بكلمكم عنها. أحد هذه القصص والقصص الحية بتكون عندنا تجربة سريعة وقصة سريعة للأخ جابر العذبة. تفضل معي، يا هلا ومرحبا فيك. مرحبتين، أهلا فيك، مبارك عليك الشهر. الله يبارك أيامك، مبارك عليكم الشهر، ونشكركم على البرنامج الحلو صراحة، وفرصة سعيدة أني تقابلت فيكم في المطار الحلو، يعني صراحة يعني شعور لا ينوصف صراحة. طيب بالنسبة لشعورك أن عندنا هذا المطار، مطار حمد الدولي، بهذه المواصفات العالمية، شن هو شعورك، وفي نفس الوقت شو تقول عنه؟ والله صراحة شعور جميل، يعني مطار كبير مثل ما قلت قبل شوي أنه يسع 30,000 مسافر، 30 مليون مسافر عفوا، و50,000 يعني 50 مليون تقريبا يعني، والحمد لله يعني المطار كبير، ويعني يعني في مناظر حلوة وفيها أشياء يعني ما كنا نتوقعها قبل، فالحمد لله كل حالها يعني صراحة شيء جميل يعني. أكيد شيء جميل، وكل مواطن قطري يفخر بهذا الإنجاز. طيب يفخر فيه، وإنجاز عظيم صراحة. طيب جابر، سبب وجودك هنا؟ والله سبب الوجود كنا مخلينها مفاجأة لها، لأن أخوي راجع من بريطانيا. هذا الحين شافوك على الهواء. والله شو نسوي يعني، جبار يعني، فهو بيوصل إن شاء الله بعد شوي. والسبب يعني إنه جاي من بريطانيا، يعني صار له فترة طويلة هناك تقريبا 3 شهور، فننتظره إن شاء الله يرد بالسلامة إن شاء الله. الحين تشوفه وتقر عينك بشوفته إن شاء الله، والحمد لله على سلامته. شكرا. وأيضا عندي قصة ثانية، هذه القصة اللي هي تجربة الأخ سعود النابت. يا هلا ومرحبا فيك أخوي، مبارك عليك الشهر. أهلا وعليكم يا مرحبا. طيب سعود، سبب مجيئك هني؟ أخوي بيجي من لندن. يدرس هناك؟ 7 شهور صار له. يعني صار لك 7 شهور ما شفته، متواصل معه بس تلفونات؟ صحيح. بس طيب جربت، عندك تجربة من المطار، جربت دخلت المطار، سافرت عن طريقه؟ صراحة فاجئونا حكومة بالمطار الجديد صراحة. فاجئوك أكيد، يعني تقصد المفاجأة الحلوة يعني. بس لحد الآن ما عندك تجربة أنك دخلت المطار وجربت؟ لا والله، لحد الحين لا والله. يلا نقول ان شاء الله تدخل وتعيش هذه التجربه الجميله، وان شاء الله تستاهل سلامه اخوك وتشوفه على خير. طبعا مثل ما شفتوا مشاهدينا، ومثل ما شفتوا اخواتي في استديو عصريه، هذه كل ما عندي من مطار، يعني المصور خلاني احول. طيب هذا كل ما عندي من مطار حمد الدولي، قصص وتجارب كثيره. انتظرونا، ستظل نافذه فقره حياكم مفتوحه الى ان اراكم ان شاء الله مره اخرى، والكلمه عندكم في الاستديو. شكرا لك يا اختي حصه، والشكر حق الضيوف طبعا اللي معاك، ونقول لهم قرت عينهم. مشاهدينا الحين
نروح حق الرياضة. دائما الرياضة مهمة للحفاظ على صحتنا والاستمرار في الإنجازات، لأن إنجازاتنا متعلقة بجسمنا اللي هو يكون سليم، ويقولون العقل السليم في الجسم السليم. ومع المدرب عادل الأنصاري بنتعلم أسبوعيا حركات رياضية سهلة ومفيدة. خلونا نشوف التمارين اللي محضرها لنا اليوم. اليوم أنا متواجد في حديقة سباير جنب البحيرة، راح أعلمكم شلون تستعملون السلك المطاطي. شيء سعره رخيص ب75 ريال، أي أحد يقدر يأخذه. راح أعلمكم شلون بهالسلك بهالآلة البسيطة تمرنون جسمكم كامل وأنتم مرتاحين خلال ربع ساعة ولا 20 دقيقة في الحديقة مثلي ولا في البيت ولا في أي مكان. راح أبدأ وياكم تمارين من تحت من الرجل لين الأعلى، بروح للأور باك، أسفل الصدر، أكتاف، بايسبس، ترايسبس. راح أبدأ وياكم أول تمرين. تحطون السلك على الأرض، تحطون رجلكم عليها، ترفعون يدكم بهالطريقة وتنزلون سكوات. تحط 1 2، طبعا وانت طالع فوق دائما تطلع الهواء برا. خلص 10 عدات، وإذا تبي تصعب الموضوع تقدر تفتح رجلك أكثر. وعلى فكرة من هالسلك في انواع، في ليفل 1 للمبتدئين، ليفل 2، ليفل 3، ليفل 4. راح نمرن الحين اللور باك مع البطن والاكتاف الاماميه. نرفع ايدنا بهالطريقه، ننزل ونشد على ظهرنا. هذا التمرين يشد اللور باك، يحرك عضلات البطن والاكتاف الاماميه. بعدين بنطلع على تمرين الرفرفه للاكتاف بهالطريقه. ايدينك جنب على مستوى رجلك وتطلع 1 2 لين العشرة. طبعاً هذا التمرين يركز على وسط الكتف، ترابس، بس يحرك الكتف كامل. التمرين اللي بعده بروح للأكتاف الأمامية. طبعاً دايما التمرين الكتف الأمامي يحرك على الصدر. بروح بهالطريقة 1 2 3 لين 20، عشان تكون 10 يمين 10 يسار. وبعد هالتمرين راح أروح التمرين أسفل الصدر هالطريقة، ويساعد الأكتاف الأمامية نفس ما قلنا دائما. تحاول دائما تركز على العضلة اللي أنت قاعد تمرنها، خلي عقلك معاها ما تفكر بشيء ثاني. وبعدها التمرين بنروح تمرين يحرك الكتف الخلفي مع الظهر. هذا هو التمرين، تنزل بهالطريقة، تثني رجلك 1 2 3. وبعد هالتمرين نقدر نمرن الترايسبس بهالطريقة. نبدأ بالإيد الضعيفة دائما أنا أفضل، عشان نقدر نكمل العشرة بعدين نروح للإيد الأقوى. أنا راح أبدأ اليمين 1 2 3، طبعا لين العشرة. بعدين نبدل بالإيد الثانية نفس الطريقة 1 2 3 4. بعدين بنمرن تمرين البايد. لو بنمرن البايد داخلي نفتح ايدنا بهالطريقة ونطلع 1 2، يعني كذا نكون ركزنا على العضلات الداخلية اكثر. 3 4، لو بتمرن العضلة الخارجية تطلع بهالطريقة 1 2 3 4، ونفس الطريقة للايد الثانية. هذا التمرين للعضلة الداخلية، هذا التمرين العضلة الخارجية. وأتمنى أن يكون فتكم بهالفقرة، وأشوفكم في فقرات جاية مع معلومات أكثر. سلام. مشاهدينا، نختم حلقتنا مع المسحر أبو مطر، اللي رغم تغير نمط الحياة حافظ على وجوده كأحد المظاهر اللي تميز شهر رمضان المبارك في مدينة رويس بالشمال. لأن الحين المسحر أبو مطر متمسك بهذا التقليد الشعبي بتعريف الجيل الجديد فيها من خلال الطبلة وصوت الجميل اللي يصدح بذكر الله، يتجول في الفرجان لين اليوم. خلنا نشوفها مع بعض. يا الله يا الله يا الله، فوز فوز يا الله يا الله. ايوه يا الله يا الله.
السحور ويا عباد الله واحد. مشاهدينا أجواء حلوة أثناء السحور مع الأطفال واللمة هاي كلها وبشي. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وتجدد لقائنا بكم يوم السبت بإذن الله، ومع السلامة.